السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه سوبر فانك موتور، هذه تعرفون عدة انواع من السيارات، عندها مشكلة متاع دخان وخضان وما تخدمش فيسعة. شنو نشوفه هذاك السعد ريت ماشي شغاليك، خاطر يبدا بارك على ال مسكر، يبدا بارك على التعدى كو يعمل ماس. هذاك الكربتير من تنظيفه يحتاج لشكلات هضم اثنين نفخان بالهواء، ويحتاج لهذ هضم ما غير حتى، ويحتاج نتاع لونتي هضم الحالات اللي يعني مش ضروري يفكوا كل برا، وما فيش حتى شيء اللي هو يحتاج، تحتاج كان لشكلات هذوك نتاعو. تو هي فيها برشا دخان، شوفوا هذا المفروض يخرج الجيكلير وحده، شفتوه هذا المفروض يخرج الجيكلير برك، يعني كان هو خرج كامل. طبعا هذاك يقعد هيك يتحرك هنا فصل واحد ليسونس يولي ما غير ما ديما يخرج لهنا. هذا لازم نضيقوا فيه شويه ونعملوا شويه كول باش يشد مكانه. هذيك حاله من الحالات اللي تخليها تاكل ايسونس. هاي نعملوا شويه كول هكاك باش ما عادش يخرج. عملنا له كول وزدنا ضيقنا فيه شويه هكا بالبناء وركبناه، لان هذا يكون سبب في خروج البنزينه يعني على طول، لان يولي ديما موجود البنزينه هنا ما غير ما يشفط، لان هنا كي تعبى هنا هذا يولي اوطى من المكان هذا، اوطى من الخزان هذا باش يخرج، خاطر هذا كان كي تكسلير يتحرك معاك. قطعه كيما هذه تو لازمها خبره، هذيك باش تعرف، خاطر هذه كان مش نعرفها انا تتحرك من مكانها احيانا ما يقدرش يعرفها اللي جيها، يعني زعما خطر علاش لازم شويه خبره. وباش نطلع على البوجيات شنو حولهم ونطلع على البسبلاتيني شنو حول. فما ملاحظه هنا ما يفهموهاش برشا ناس، شفتوها شفت هنا الفلتاج وين كان مربوط، شفت لحد هنا هكا هو، علاش؟ لان تلقى عنده الفلتاج الاخر مش باهي هذا، ولهذا هذه الشمعه توصل للنص فقط، لان ممكن كان مركب لها قبل الشماع يعني شمعات قصار هكا، علاش كان فيها الديفو المشكل هذا، ولا هذه لازم ننتبهوا لها. هذه باش كي نكبسوا الشمعه نكبسوا البوجي نعرفوا شنو المشكل. هو باش كيما وريتكم الشمعات نعدلوهم قبل ما نركبوهم ديما، لان احتمال يكونوا طاحوا على بالنسبه للكهرباء يعني المحرك اللي فيه أبلاتين، هذه نعملوها 60، واللي الكترونيك يعني نعملوها 80، اللي فيها أبلاتين وكربتين نعملوها 60. هذه هيك نعملوها 60 ويدخل يخرج مرتاح، يعني شوفوا 60 يدخل يخرج مرتاح، يعني مش واسع ومش ضيق. لازم نعطيه ضربة هيك شوي لين يولي يكون مرتاح في مكان في الحرف هذاك. هكاك هذا مرتاح تو. هذه ركبة الجولة الثانية كيف
اذا كان تسكرت بزيد نهزها شوي بالوحده هكا يكون مرتاح. مش غصب ومش يعني يدوب يمس. وديما نتاكدوا من الشمعات راهو فيه المغشوش برشا، راهو برشا مغشوش، يعني من الافضل تشريه من مكان يكون ثقه او من الدار، يعني الاغلبيه مغشوشه انا وما تعرفهمش، ما تعرفهم حتى واحد ما يعرفهم، حتى البيع نفسه ساعات يبدا يتغش فيه مسكين. نكملوا الرابعة. تو يعني بعد ما عملنا لها هذوما هزينا الترنير عملهم فيلتاج لانهم كانوا ما يكبسوش على الاخ البوجيات. بدلت له الديكو، هذه كان الديكو نتاعو مش باهي، ونظفت له كربيتير ولقيت له كلها تولت نص دوره تخدم. اي خد هذا ما زاد كيف كيف كان الكوسات نتاعهم شادين بكذا، لحيتهم من يغيرهم من بعد توفيها ما شاء الله. عملت لها تعديل للديكو طبعا كل شيء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.